نعم حسن، المستجدات في تواصل للغارات الجوية الإسرائيلية وللقصف المدفعي على مناطق متفرقة من وسط قطاع غزة، وخاصة في المناطق الشرقية شرق دير البلح وشرق وشمال مخيم البريج وشرق مخيم المغازي وشمال مخيم النصيرات، منطقة المغراقة، منطقة وادي غزة ومنطقة أبراج الزهراء. هذه المناطق تتعرض على مدار الساعة للقصف المدفعي في تلك المنطقة، وسيارات الإسعاف تهرع إلى أماكن القصف وتجلي عدد من الإصابات وتنقلهم إلى مستشفيي شهداء الأقصى أو مستشفى العودة في مخيم النصيرات. لكن على صعيد الغارات الجوية الإسرائيلية، كانت هناك غارة إسرائيلية ظهر اليوم أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، وتم نقل جثماني الشهيدين والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى. أيضا كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو جلمبو في مخيم البريج وأسفرت عن سقوط شهيدين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة. أيضا كان هناك استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمخيم البريج. أيضا كان هناك وصول شهيدين من ميناء خان يونس جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الصيادين، وأسفر ذلك عن استشهاد اثنين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة. فبالتالي حصيلة الشهداء اليوم التي وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى 7 شهداء وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، وصفت جراح العديد منها ما بين المتوسطة إلى الخطيرة. يأتي هذا في ظل استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في سماء وسط قطاع غزة، والتي تنذر باستمرار للغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من وسط القطاع. أيضا كتائب القسام أعلنت قبل نحو ساعة من الآن عن مقتل محتجزين إسرائيليين في مدينة رفح جراء تواصل للغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من مدينة رفح، علما بأن مدينة رفح تشهد عملية عسكرية إسرائيلية منذ عدة أسابيع ولا زالت متواصلة وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وليست هذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. في مرات سابقة تم الإعلان عن مقتل عدد، وكان آخر هذه العمليات عندما قام الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية في مخيم النصيرات قبل نحو أسبوع لتحرير 4 إسرائيليين من مخيم النصيرات، وأسفر ذلك وفق الناطق باسم كتائب القسام عن مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين أثناء تحرير 4 محتجزين إسرائيليين من مخيم النصيرات. والعملية هذه أسفرت أيضا عن استشهاد 270 فلسطينيا وإصابة أكثر من 400 آخرين بجراح مختلفة، وتم وصول جميع الشهداء والإصابات إلى مشافي وسط القطاع. وحملت كتائب القسام حكومة نتنياهو المسؤولية عن عملية مقتل المحتجزين الإسرائيليين لديها، وقالت بأن إسرائيل أو حكومة نتنياهو لا تريد التوصل إلى صفقة تبادل تفرج فيها عن المحتجزين الإسرائيليين وتفرج فيها أيضا عن المعتقلين أو الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وتوقف العدوان الإسرائيلي وأيضا ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وأيضا يؤدي ذلك إلى التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ما بين حركة حماس وإسرائيل. شكرا جزيلا لك أيمن أبو شنب مراسل الغد، كنت معنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.